السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سان ستايل فاشن، والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، تمام؟ زي ما قلنا، واستكمالا لموديل التيشيرت اللي هو استكمالا لموديل البلوزه المغلقه او المنتوج اللي هو الطويل الى منتصف الساق، اللي هو مغلق من الامام وفي جرافات، قلت ايه؟ افتكروا معايا كده ان انا قلت ان انا اطلع كم من هنا وكم من هنا، تمام؟ فانا بالفعل قلت ايه؟ ان الكم هيبقى فيه قصه من النص هنا اهوت بخياطه بشيمه بشكل ظريف كده يبين ان ده ايه في الموديل نفسه. ليه؟ لان القماش حاكمني، العدد الامتار اللي صاحبته جايباه اقل من اللي هو المطلوب، فبالتالي مش هي يعني عشان تكمل عليه لازم هتجيب لي متر الا ربع كامل اللي انا هعمل منه ايه الكم. فانا استعوضا من ذلك عشان ما ارميش القماش وما اكلفهاش، قلت لها والله احنا هنعمل 1 2 3 اللي هو هتبقى فيه قصه في نص الكم، والقصه دي واخده خياطه فهتبان زيها ايه؟ زي قصه في الموديل نفسه، مش حاجه معيبه دي. اللي انا عملته اصلا من ورا حضراتكم ان انا قصيت البورسل ده. طب قصيته ليه؟ انا قلت قبل كده ان الخامه اللي فيها لكرة طول وعرض، الخامه اللي فيها ايه لكرة طول وعرض كده اهي، لازم البورسل بتاعها بيبقى مكشكش من الايه من النهايه. فبالتالي انا لو سبته في الكم معايا، لو سبت البورسل دوت في الكم معايا، ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي لما اجي اخيط مهما اكويه هلاقي الخياطه دي ايه مكشكشه، هلاقي الخياطه دي ايه مكشكشه. الكلام اللي احنا بنقوله نفهمه كويس وناخده بعين الاعتبار، لان انت لو ما عملتش كده هتلاقي العيوب ديت. احنا بنديك من ايه؟ من الخبره العمليه بالقماش. طب تعال نشوف، انا قصيت البورسل من الجزئيه دي كده، تعال نشوف هنبص نلاقي فارق من هنا قد ايه؟ فارق من هنا سنتي كامل، فارق من هنا سنتي كامل. طيب الفرق ده ايه؟ هو اللي كان مكشكش القماش معايا، هو اللي كان مكشكش القماش معايا، تمام. انا دلوقتي شرحت الكم كاملا وازاي نعمله من بدايته لنهايته بالناحيه الهندسيه بتاعته في فيديو سابق، تمام، كان للبلوزه، ماشي، اللي هو اصلا فيديو الموديل الاساسي للبلوزه، ماشي، اللي هي كانت مفتوحه من قدام، تمام. انا دلوقتي في باترون اساسي للكم اهو، تمام، دوت او اسمها ضبعه احنا بنقصين عليها على طول، مش كل مره هعمل ايه الكم واشرحه واعمله. فالضبعه ديت كده عايزك تروح جاي بفضل الله عز وجل اعرف ان هي مظبوطه يعني على الشعر، بمعنى اصح اللي هيركب الكم بالقصه دي كده بالظبط الكم هيطلع معاه مظبوط. انا حاطه قدامكم بالظبط، ماشي، راسي قدام الكاميرا على اساس ان انت تروح واخده برده، ماشي، شورت سكرين وتروح مكبره على الكمبيوتر بالمقاسات اللي انا هقولها لك، وتروح شافه على الكمبيوتر وتعمله على كرتون مقوى او تعمله على خشب وتخليه ضبعه اساسيه عندك للكم. بعد ما ترجع لايه؟ للفيديو الاساسي بتاع البلوزه اللي انا شارح فيه الكم عشان تعرف كل الانحناءات دي جت منين، كل حاجه احنا موضحينها. فانا هقول لك على طول الكم وعرضه على اساس ايه؟ ان انت تكبره على شاشه الكمبيوتر عندك، ماشي، بالمقاسات ديت، وتروح ايه شافه وعامله ايه الضبعه عندك بالظبط. طب المقاسات عندي ايه؟ المقاسات عندي اهي، من هنا عرض الكم عامل معايا 25، طول الكم الجزئيه اللي انا شغال عليها ديت عامله معايا 36 او 36 ونص، تمام، عشان لما تكبره بالظبط، ماشي. الجزء دوت السقوط بتاعي عامل معايا 15 سم، ماشي، الجزء دوت من اول النقطه ديت عامل معايا 15 سم. طب لو هي من الاول خالص عامله 16 سم من اول هنا، يبقى هو الكم اهو انا بعمله لحضراتكم تاني، وخدوه شورت سكرين وكبروه على الكمبيوتر بالمقاسات اللي انا قلتها، يعني تاخد المقاسات على الكمبيوتر زي ما انا ايه عاملها قدام حضراتكم بالظبط، تمام كده. انا هشتغل دلوقتي الكم اهو، هجيب الاثنين على بعض الكمين، ما تنساش ان انا يبقى عندي كم مقفول وكم مفتوح، فاروح فاتح الاثنين، ادي الناحيه الثانيه اللي هعمل منها ايه الكم اهي. فاكرين ساعه ما قست انا الطول ورحت مطلعه بره كده،
وقلت لكم ادي طول الكم ماليش دعوه بيه بعد كده، يبقى انا هشتغل عليه مباشره. ادي الكمين اهو ماشي، حتى المقفول هروح عامل فيه ايه؟ هروح فاتحه. المقفول هروح ايه؟ فاتحه اهو، عشان يبقى الكمين جاست زي بعض بالظبط في الموديل وفي القصه وفي كل حاجه، تمام؟ وهاجي اروح جاي معلم معلم الخياطه اللي انا هخيطها كده، تمام؟ وهاجي اروح جاي بالضبعه بتاعت الكم، واروح ايه عامل الكم معايا بنفس الشكل ده كده بالظبط اهو. وايه ابدا بقى احدد مقاسات الكم معايا من ناحيه الطول ومن ناحيه ايه العرض، يعني العرض اللي هو وسع الكم، اللي هو زي ما قلنا قبل كده دي وسع الكم. يبقى انا واخد معايا مقاس الجيرو ده، وواخد معايا ايه مقاس عرض الكم منين. انا ببص على الصبورة عشان اطلع المقاس بتاعه، الكم معايا عامل 45، يعني 22.5، ده وسعه 22.5 من هنا. طب طوله كام؟ اتفقنا وصفيناه على كام؟ على 61 سنتي، على 61 سنتي، تمام؟ وهو طوله 60، وقلنا الاسوره وهفرغ، وفي نص سنتي هيخش فين؟ هيخش في الكتف، ونص سنتي هيخش في سنتي ونص هيخش في الكتف، وسنتي ونص هيخش في الاسوره. وصفينا الكلام دوت على كام؟ على 61، هو دوت اللي انا ايه باخده معايا اهو، تمام؟ وهظبط طول الكم، وهبدا اشوف بقى ايه وسع الكم من تحت. انا كده عملت وسع الكم من فوق من ناحيه ايه؟ العضلة اللي هنا كده اللي هو وسع الكم ده، تمام. طب من تحت هنا هو هيكون كام؟ انا معايا اسوره، الاسوره دي بتصفي معايا 26 سم، الاسوره بتصفي معايا كام؟ 26 سم. وهقص الاسوره قدام حضراتكم عشان كده يبقى احنا كفينا البلوزه من كل جوانبها. طب البلوزه الاسوره بتصفي معايا 26 سم، طب فيها هتبقى في كسره شمال وكسره يمين، الكسره بتاخد 3 سم، الكسره بتاخد كام؟ 3 سم. طب لو هعمل قصرتين مثلا هقسمهم مثلا كام؟ 2 4 سم و4 سم، يبقى هخلي الكسره في الوقت دوت ايه؟ 2 سم بس، يبقى 4 سم و4 سم. فانا دلوقتي هعمل في الكم ده قصرتين، كسره شمال وكسره يمين، كل كسره 3 سم، يبقى انا عندي كام؟ 6 سم. يبقى دلوقتي كام؟ انا دلوقتي الاسوره هتصفي معايا، نتكلم كده بالظبط، الاسوره هتصفي معايا 26 سم، تمام؟ يبقى انا عايز الكم قدها 26 سم، تمام. بس الكم فيه كسره شمال وكسره يمين، الكسره دي كام والكسره دي كام؟ 3 و3 يبقى 6، وال 26 يبقى كام؟ يبقى 32، تمام؟ 32 صافي غير الخياطه. طب لما اجي اقسمها على 2 يبقى يديني 16، يبقى الكم من هنا هيتاخد وسعه كام؟ 16 سم. اتفهمت جت منين؟ اتفهمت جت منين؟ تمام. واروح جاي بالمسطره بتاعتي موصل النقطتين ببعض اهو. لغايه دلوقتي انا ما سبتش وسع الكم. يعني ايه وسع الكم؟ القشطوره بتاعته، لما تسمع كلمه قشطوره اللي هي الزياده اللي انا هسيبها في القماش من جوه، يعني اللي هي بعد خياطه المكنه، يعني المكنه هتخيط فين؟ هتخيط على الخط ده. كده خلاص انا قصيت الكم اهو معايا. وبعد كده ابدا اروح محدد ايه بقى؟ محدد القداماني من الخلفي او الامام من الخلف في الكم، تمام؟ مفيش جزئيه بتترمي من القماش الا اللي هي بالفعل ملهاش ايه لازمه معايا. انا الكم كده حددته بفضل الله وخلصته، هبدا احدد ايه؟ القداماني من الخلفي. طب القداماني من الخلفي دوت جاي على ايه؟ جاي على اساس ان الباط عندي هنا اهو كده ببدا اخش لجوه، وانا وضحتها قبل كده. زي ما في القداماني هناك عشان افرق ما بين الصدر والظهر في ما بين الامام والخلف، دخلت السنتي ونص ده، هخش برضو في الكم هنا السنتي ونص ده، هخش ايه السنتي ونص ده اهو كده بالظبط. جبت الاثنين اهو قصاد بعض وش في وش ماشي. ما تقولش انت ليه تلات، انا بس عشان بشتغل على ظهر القماش عشان يبان قدامكم. لكن انا ممكن اروح جاي واخد اتنين كده اهو وش في وش، ويبقى هم دول وش الايه؟ وش الكم معايا، تمام ماشي. انا اللي انا هعمله كده اهو، هروح جاي. بص بقى اروح جاي ازاي؟ على ما فيش، على ما فيش الكلمه اللي احنا بنقول ايه؟ بسرق الخط. يعني ايه بسرق الخط؟ ازود هنا هو في السنت، هنا هو السنت ونص بتاعي، واروح واخده على ما فيش من هنا
واروح واخده على ايه؟ على ما فيش من هنا اهو. لو انا رسمته بالفرنش اهو، بص اروح جاي على ما فيش اهو هنا خالص، ما فيش مش واخد منها حاجه اهي، تمام، واروح جاي نازل ايه بالسنتي ونص بتوعي اهو كده، عشان افرق ما بين ايه؟ عشان افرق ما بين الامام والخلف تاني، عشان افرق ما بين الامام والخلف. هو دوت الاثنين دول انا هاخدهم كده، يبقى هما دول الامامي بتاعي او الصدر بتاع الكم. طب ليه انا خدت الكلام دوت ما خدتوش من ورا؟ لان من ورا انا حركه الايد دايما بتيجي من ورا، حركه الايد بتيجي منين؟ بتيجي من ورا، فبالتالي يبقى في زياده عشان حركه الايد نفسها، تمام؟ اتفهمت ليه الحته دي اتشالت؟ لان الزياده في الكم من الخلفي عشان حركه ايه؟ الكم نفسها. ما تشدش البلوزه عليا، وبالتالي تبدا تفظر من عند الكم او من عند خياطه النص في الايه؟ في الظهر نفسه، عشان هي ضيقه من ايه؟ من الخلف. يبقى انت لا تعرفي ان في عيب اساسي، ان لو ظهر العيب دوت مع حضرتك ايه هو؟ لو حد مثلا لبس البلوزه وقال لك انا مش عارف احرك ايديا كده، يبقى اعرف ان في عيب ان انت عملته، ان انت ايه؟ زودت حده الكم الخلفيه، ماشي؟ او ضيقت الكتف بتاع البلوزه من الخلف، او ضيقت ايه؟ الكتف بتاع البلوزه من الخلف. حله ايه؟ ان انا ابقى سايب على الاقل السنتي ونص خياطه دول هما اللي براح معايا، ممكن بعد كده لو هي ضيقه بالفعل انا عامل اوفر، اروح ماشي جنب الاوفر، هيجيب معايا سنتي شمال وسنتي يمين، تمام الكلام دوت؟ لان انا ما اقدرش اسيب زياده في حده ايه؟ في حده الكتف، تمام؟ كده انا الكم اهو خلصته، وهبدا اقص ايه؟ الاسوره بتاعه. قبل ما اشيله قدام من قدام حضراتكم وانسى، اعلم الخياطه في الكمين زي بعض، اعلم الخياطه في الكمين زي بعض. باجي اروح حاطط المسطره ومثبتها كويس بايديا اهو، ماشي، واروح قالب القماش كده وعامل ايه؟ الخياطه الثانيه، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه؟ ده الكم ده اوسع من ده، لا، يجي اوسع ازاي اذا كنت انا معلم الخياطات كلها مع بعض، تمام؟ ماشي؟ وفي نقطة معينة أنا يعني دلوقتي مثلا لما أجي ألاقي، معلش هي نقطة بس إيه، أنا إيه هعتب على حضراتكم فيها. أنا لما أجي مثلا على سبيل المثال ألاقي فيديو مثلا عليه مشاهدة مثلا 150، وألاقي أصلا اللايكات اللي معمولة له مثلا في حدود 20، طب ال 150 اللي هم مثلا اتفرجوا على الفيديو ده، هل يا ترى اللي هو ما عجبهمش؟ عشان بس يقولوا لنا رأيهم نبدأ نغير أو نقفل، ماشي، ونشيل الكلام دوت، بس إحنا عاملينه إيه؟ ماشي، عشان ما حدش يجي يقول لي حاجه، لا، اصل احنا عاملين الكلام ده لله عز وجل، بس احنا في حاجات احنا بنطلبها من حضراتكم، فيجب ان احنا يبقى في ايه؟ نوع من الود والتعاون، لان انا قلت لك انت ما بتعملش الحاجه دي ليا، اقسم بجلال الله العلي العظيم وكتاب الله انت ما بتعملها ليا، انا اللي انت بتعمله دوت لنشر حاجه ممكن وتروح لحد تاني يستفيد منها. اقسم بجلال الله، قسم ربنا يحاسبني عليه القيامه، انا ما عملت الحاجه ديت الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. بس ماشي يا عم، ما عجبكش الفيديو دوس ايه؟ دوس لايك عليه، عشان ابقى عارف ان هو ما عجبش ناس. تمام؟ لكن لما يكون في فيديو بفضل الله عز وجل عليه اصلا 1000 مشاهده موجود، تمام؟ والاقي اصلا ان اللايك بتاعه مثلا ما حصلش 75، يعني هو ما عجبش الباقي ده كله؟ ولا هو كسل ان هو يدوس على الزرار دوت؟ يا عم دوس عليه ما تخافش، والله هو ما بيكهربش، بس المشكله ان انت بتعمل الحاجه دي لله، والله الذي لا اله غيره مش ليا، انا بقسم بالله كذا مره ليه؟ عشان ربنا اللي يحاسبني على القسم ده، ان انا مش مستفيد منها حاجه ولا عايز منها حاجه، بس انا عايز ان الكلام ده يوصل لناس ثانيه. ماشي؟ بفضل الله عز وجل، واما بنعمه ربك فحدث، ربنا ساترها معانا، مش محتاجين من اليوتيوب اي حاجه. احنا محتاجين ان العلم ده يوصل لناس تستفيد منه، تبدا تفتح باب رزق ليها، عشان يبقى الدعوات موجوده لنا في القبور بعد كده. كده انا دي نقطه بس انا حبيت اقولها لحضراتكم، نقطه عتاب، يعني خدوها من اخ، خدوها من اب، زي ما انتم عايزين، بس ايه يعني، معلش هي مزعله شويه. انا دلوقتي الكم اهو خلاص، هبدا اقص ايه؟ الاسوره بتاعته. طب الاسوره بتاعته، طبعا الاسوره هتتقص بالايه؟ انا اقص الكم بالطول، ما اجيش اروح اقصص الاسوره بالطول كمان، لا ما ينفعش، الاسوره لان دوت القماش ده ايه؟ مقلم معايا. ها
هكمل ايه قدامكم، هكمل قص البرسل اللي احنا كنا بنقول عليه، وهبدا اقص الاسوره عشان تعرفوا حدودها قد ايه. انا قلت الاسوره عايزها عرض كام؟ 4 سم. طب تمام، ده ايه نص الاسوره؟ على فكره العرض ده نص الاسوره 4 سم، طب في سم ونص تاني يبقى هتكون ده هتجيب كام؟ 5 سم ونص. طب وفي نص تاني هيتني يبقى انا عايز الاسوره كام؟ 11 سم. عايز الاسوره كام؟ 11 سم. ماشي، ادي هروح جاي لي تاني الاسوره كده 5 سم ونص. ماشي، انا بس هروح عامل ايه؟ هروح مرجع دي كده عشان يبان قدامكم اهو. اهو هقص الاسوره على مرتين عشان يبان بس قدام حضراتكم الفرق. الطول دوت انا هاخده كام؟ العرض دوت 5 سم ونص. طب ما ناخده 6. ماشي، مفيش مشكله على فكره، نص سم دوت مش هيفرق معايا. ماشي، خده 6. يبقى انا الاسوره كلها عندي 12 في كام؟ طب انا عايزها تصفي معايا 28، تصفي معايا كام؟ 26. 26 دول جبتهم منين؟ انا قلنا ما بنخترعش. اجي اروح واخد الرزق اهو عامل معايا كام؟ عامل معايا على سبيل المثال 23 سم. تمام كده؟ 23. وفي 3 سم هو اصلا مش 3، يعني مش 23 بالظبط اهو. نقولها مع بعض بالظبط، عامل معايا 20 سم. عشان انا خدتها من فوق السبع 20 سم. تمام، وانا في 3 سم نتيجه ان انا بروح قافل الاسوره على بعضيها بزرار وعروه. تمام، يبقى كام معايا؟ 3 سم من فوق و3 سم من تحت، يبقى انا معايا 6 سم كده، وال20 بقت ال26 اللي انا بقولها لحضراتكم. يبقى انا هم دول ال26 اللي ايه اللي انا عايز اصفي عليهم الايه الاسوره. طبعا بشتغل بايه؟ بشتغل بالمثلث اساسي في الاسوره على اساس ان هي تطلع ايه مزويه بالظبط. طب نقول يعني ايه مزويه تاني؟ زاويه قايمه اهو بالظبط كده. المثلث ده اساسي في شغلنا اهو. اروح عامل دي كده وانا واخدها قد ايه؟ واخدها 6 سم اهي بفضل الله عز وجل بالظبط. واروح واخد الطول من هنا كام؟ انا عايز اتصفي 26، يبقى في سم خياطه من هنا وسم خياطه من هنا، يبقى هاخدها كام؟ هاخدها 28 سم. يبقى الاسوره معايا اجمالي كام؟ 28 في 12 سم. عشان تصفي معايا كام؟ عشان تصفي معايا 4 سم، 4 سم ونص. تمام كده؟ ادي الاسوره معايا اهي بالظبط. انا بس ايه؟ خدتها مفرد كده عشان بس ايه؟ القلم يبان معاكم في التصوير الفرق. اهو. كده انا ايه؟ قصيت ايه؟ اسوره واحده واروح قاصص ايه؟ الثانيه عليها بالظبط، ما فيهاش اي ايه؟ مشكله اهو. تمام، وهروح لازق الاسوره ديت في سليل على اساس ان هي تبقى مقواه، وبعد كده يبقى انا خلصت ايه الاسوره معايا. تمام، ايه اللي فاضل لي كده؟ الجرافطه بتاعتي. طب هتبقى من طول القماش او من عرضه حسب القماش اللي موجود معايا. كده الاسوره اهي بتاعت الكم، كده الاسوره بتاعت الكم. تمام، هبدا انا قبل كل حاجه، لا هي هتطلع معايا من عرض القماش. الاسوره هتبقى بايه ماشي؟ سوري معلش، الجرافات معايا هيبقى ماشي من عرض القماش اهو. بروح واخدها كده اهو، برضو هروح جاي عاملها على اساس تبان قدام حضراتكم على القماش بالظبط. لما بتني كده فيبان قدام حضراتكم اهو دوت ايه الاسوره. سوري معلش، الجرافات. الجرافات انا واخدها بعرض ايه؟ بعرض القماش، واخدها بعرض القماش نفسه اللي هو كام؟ اللي هو اصلا 150 على الاثنين. يعني هي عامله معايا في دلوقتي بعد ما قصيت البرسل عامله معايا 74 سم. تمام، هي هتبقى 3 سم من هنا وتنزل معايا على كام؟ زي ما قلنا في الشرح تنزل معايا على 7 سم. يبقى هي خدها من هنا 4 سم ونص، واروح واخدها من تحت 8 سم ونص. تمام، هاخدها كده بالظبط اهي. ممكن الخط بتاع الماركر ما يبقاش باين لما انا قلبت القماش، بس معلش انا قلبت القماش ليه؟ عشان يبان قدام حضراتكم الشكل اللي انا ايه واخده بالظبط في الايه؟ في الجرافطه اهي. كده اهي بالدباديس عشان نقدر نظبطها. طب انا هخيط ايه نخيط ايه مع بعض؟ هخيط البنده بتاعه البلوزه، وهخيط ايه
وهقفل الكتاف بتاعت البلوزة طبقهم مع بعض، وبعد كده اركب ايه؟ اركب الهافكم واركب الجرافطة دي قدام حضراتكم، عشان هي دي النقطة اللي انا عايز ايه ابينها امام حضراتكم. وتيجي الجرافطة من تحت ما بتجيش مستقيمة، لا بتيجي بايه؟ بميل، بتيجي بزاوية، بتيجي بخط ايه؟ مايل كده زي ما انا حاطط المثلث هنا كده، واطلعها واوديها لحضراتكم على البنكة، يبقى هو ده الشكل بتاعها. اهي كده بالظبط اهي، تمام؟ اهي ادي الجرافطة معايا 4 سم ونص من 4 سم ونص من فوق عشان تصفي معايا كام؟ عشان تصفي معايا 3، ومن هنا 8 سم ونص عشان تصفي معايا 7. كده ادي فرده، واطلع الفرده الثانيه من هنا، تمام كده؟ هقعد بقى على وبعد كده اطلع بالمره الايه؟ الباندا معايا، الباندا معايا هاخد طولها 30 سم، هي مش هتبقى 30. هي مش هتبقى 30، لكن انا هاخدها بزياده والزياده بنصها، ماشي؟ طبعا انا دلوقتي ممكن نعمل حاجه عشان طبعا الخط والقلم والكلام ده كله، افرق الباندا تبان معايا، اروح واخدها بورب القماش. اروح واخدها بايه؟ بورب القماش. يبقى انا ابدا اطلع الجرافطه الثانيه عشان يبقى انا حر في القماش معايا، خلاص كده دي اخر حاجه ايه مطلوبه معايا من القماش اللي قدامي. شايف انت بقى الاثنين متر ونص ايه اللي طالع منهم؟ حتت صغيره ما تنفعش معايا اي حاجه. ما تنفعش معايا اي حاجه خلاص كده. فانا القماش اللي باقي معايا ده هطلع منه البنده بالورب. فطبعا لما اجي اعمل البنده بالورب هتعمل ايه؟ تاخد مني قماش، تاخد مني قماش اكتر من ان انا ايه اعملها عادي. اصل انا لو عملتها بالطول كده مش هتبان على الخطوط الكتيره في القماش، لكن لما اعملها بالورب كده هتبان هنا ان انا عامل شغل في قلب ايه؟ في قلب البلوزه من فوق. تمام كده؟ وده اللي انا هبينه لحضراتكم على المكنه، وده اللي انا هبينه لحضراتكم على المكنه نفسها. كده انا قصيت الجرافات الثاني ماشي وظبطته اهو، وبعد كده هبدا اقص بقى لحضراتكم ايه؟ الباندا زي ما قلنا بالورد، تمام؟ انا ايه اللي انا عايزه من القماش ده تاني؟ اللي باقيه الحته اللي باقيه معايا ديت هي الباندا، هروح واخدها ايه؟ بالورد. يعني ايه بالورد يا جماعه؟ طبعا دايما عشان بس انا بديكم الاصول، الاسس اللي انت من خلالها. انا ممكن اروح جاي واخد ايه؟ الباندا بالورد من هنا. طب ما انا ضيعت الجزء ده بقى مفتوح ماشي، لما اجي اعمل منه الهاف كول هبدا اوصل فيه. لا، انت دايما تبعد عن الجزء الموصول ده، خليه على بعضه كده عشان اقدر استفيد منه لما اجي اعمل الهاف كول، فيبقى ايه معايا قماش. لكن لو جيت فتحت من هنا ما خلاص، لا خلي دايما القماش على بعضه عشان تقدر تستفيد من اكبر جزء فيه. تمام، انا هروح جاي بقى شايف انا هنا اهوت هروح عامل المثلث ازاي؟ مش هروح عامله لا هروح عامله كده بالايه؟ بورب القماش كده اهو كده، وطبعا الباندا هتتلزق في سليم. واروح واخد انا عايز الباندا كام؟ تصفي معايا 3 سم. طب قلت لي 3 بناء على ايه؟ هقول لك ان الفتحه اللي انا خدتها هنا هو خدتها سم، خدتها ايه؟ سم، اللي هو كانت هنا اهو كده اهوت ماشي، وفتحتها في قلب ايه؟ في قلب القماش نفسه. طب ما نجيبها من هنا عشان نشوفها وما يبقاش الكلام ايه؟ مش باين قدامي انت بتتكلم عن ايه بالظبط. ادي الفتحه اللي انا فتحتها للباندا بتاعه التيشيرت قدام حضراتكم اهي، فتحت قد ايه؟ فتحت سنتي اهو، العمق بتاعه من هنا اهو كده العرض بتاعه سنتي. طب الطول معايا قد ايه؟ الطول معايا فاكرين ان انا كنت واخده 20، فانا قلت اخد دي 30، فانا فاتح هنا عشان اوريكم العرض ده، فانا هاخدها كام؟ 3 4 سم، 4 سم العرض بتاعها، طبعا مضروب في 2 ماشي، 4 سم عشان اخد منها ايه؟ سم خياطه وسم خياطه من الناحيه الثانيه، بقت المسافه اللي في النص ما بين الخياطتين في البنده لما اجي اخيطها 3 سم. يبقى لما اجي اقول عرض البنده 3 سم يبقى هي هتوفي معايا العرض ده بالظبط، هتوفي معايا العرض ده بالظبط. ممكن الكلام دوت ما يبقاش واضح دلوقتي، لما نقعد نشتغل على المكنه هنشوف. طب انا هاخدها 3 سم وسم خياطه يبقى 4 سم، يبقى انا هاخدها من هنا كام؟ عرض 8 ايه؟ عرض 8 ايه سم بالظبط، تمام يا جماعه؟ الكلام اللي انا بقوله. طيب انا بس ايه ببري الماب هنا اهو 8 كام؟ 8 سم.
وهنا 8 سنتي. شايف انا واخد ايه عواميد على الايد بتاع عشان الاثنين يطلعوا متوازيين بالظبط، وواخد البنطة بالايه بالورب. بالورب يعني القلم مش ماشي على طول. طب الطول بتاع البنطة دلوقتي قد ايه؟ الطول العرض خلاص احنا اتفقنا عليه، انا معايا 20 سنتي، اي زياده هرميها تحت واروح قصص اهو، واخد انا اهو 29 سنتي، واروح مطلع معايا البنطة اهي وابدا ايه اقصها، ابدا انزعها في سجين بعد كده. البنطة في الوقت ده طالعة بايه؟ بورب القماش. اللي باقي من القماش دوت معايا هطلع منه ايه؟ هطلع معايا الكول. شايفين اللي باقي من الحتت اهي صغيره من الاثنين متر ونص، حتت ملهاش لازمه، انا حاططها قدام حضراتكم ليه؟ عشان تعرفوا ان احنا ما بنطلعش الا الحته اللي هي لازم تترمي اهي، تمام؟ طب دي ايه بقى اللي انا قصيتها دلوقتي وجت معايا؟ دي البنطة لما اجي اقص ايه اشتغلها هتبقى عامله معايا كده، هتبقى عامله معايا ايه بالورد بالشكل ده كده. في الخطوط الطوليه هيبان بقى الفرق، ماشي كده خلاص. خلصت كل حاجه، فاضل هنا من هنا هطلع الكل، نقعد على المكنه ونشوف الكلام ده كده الاول. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا، ويبقى في تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.